والمقتصر العروضي، هذا لا يمكن أن تنتج مثل ابن الحاج في مذهب من المذاهب العامة. نقول هذا من بعد يعني تجد عالما قادرا على كتابة المتون مثل ابن الحاج لم يوجد، لم يوجد. هو يعني سبحان الله فنان، له الكافية، له الشافية، له المختصر، مختصر العروبي في علم العروب، وله أيضا في ماذا؟ المختصر الأصولي، وله المختصر الفرعي، هو الذي اختصره الشيخ خليل، مختصر خليل، مختصر مختصر، مختصر مختصر. وهذه المختصرات كلها نالت قبولا، كلها نالت قبولا ورواجا ونفاقا، كانت له قدرة عجيبة في اختصار العلم، في وضع المتون، في وضع المتون. فقيه نحوي، مفسر أصولي منطقي، قل فيه ما شئت. وكان عجيبا لو عيد تعليقات على أبيات المتنبي، على أبيات المتنبي. إذا تخرجه لهذا يقول رغبتكم الدار من باب الحصر والإيصال. إذا معنى ذلك أن الفعل لازم، ولازم في الأصل. لأن التعالي الذي نجده هنا ليس أصلا. إذا الحصر والإيصال قياسي أو سماعي؟ قالوا يعني هو سماعي. سماعي ليس قياسي. أما رضي الدين وهو الذي شرح أفضل أو أفضل من شرح الشافعي اعترض على ابن الحاج، يقول ما ذهب إليه ابن الحاج هنا ليس بشيء. أنا قولهم رهبتكم الدار من باب التضمين، التضمين كلمة الضم، يقول في ضمنه يعني في داخله، ضمن شيء داخله، جاءته في ضمن حقيبتي يعني داخل حقيبتي، ضمن الثياب الوعاء يعني جعل الوعاء ظرفا للثياب، جعله في ضمنه، جعل شيئا في ضمنه يعني جعله في داخله. التضمين عنده المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي ان تشرب لفظا معنى لفظ اخر فينهض اللفظ باداء المعنيين معا، يؤدي المعنيين معا، هذا معنى التثمين. سمع الله لمن حمده، سمع هذا يتعدى الى مفعول به بنفسه، تقول سمع زيد عمرا، سمع زيد عمرا، سمع زيد عمرا، هذا يتعدى الى مفعول به. إذن لماذا قيل سمع الله لمن حمده؟ كان أن يقال، كان القياس يقتضي أن يقال سمع الله من حمده، ولكن لماذا قيل سمع الله لمن حمده؟ تقرأ هذا في الفقه دائما، دائما في الصلاة. ومعنى هذا؟ هذا من باب التطبيق. سمع الله لمن حمده ضمنا، ضمن سمع معنى استجاب، فكانه كده استجاب الله، استجاب الله سامعا لمن حمده، هذا معنى تضمين، ان تشرب اللفظ معنى لفظ اخر فيؤدي اللفظ المعنيين معا، ولذلك قلنا سامعا، يعني كانه كده استجاب الله سامعا لمن حمده. إذا سمع هذا صار وعاء، صار ظرفا، إذا ضمن استجاب، استجاب الآن في داخله، هذا معنى التضمين، تضمين داخلي يعني في المعنى، ليس في اللفظ، في المعنى. ولكن ما المقصود من ذلك؟ ما الفائدة في التضمين؟ أن يؤدي اللفظ معنى لفظين معنى،
أن يؤدي اللفظ معنى لفظين. اقرأ في ماذا؟ في المغني، مغني اللبيب في الباب الأخير في القاعدة الثالثة. تحدث هنالك عن التضمين، تحدث عن التضمين ابن هشام، تحدث عن التضمين في ماذا؟ في مغني اللبيب في الباب الأخير. ما هو الباب الأخير؟ الباب الثامن بين الأبواب على سبعة كما يسمع الكثير، ثمانية أبواب الأبواب الجنة، وكثير منهم يجعل الأبواب سبعة سبعة ستة. هناك أحسن جنب سوالي السيوفي ليش أنا في حمل الأوامر، كذلك أيضا جمع الجوامع تدين سبعة أبواب، أصل سبعة أبواب ويضاوي يعني من هذه سبعة أبواب. المعدلون ذلك بحشام المهم جعله على ثمانية أبواب. في الباب الثاني تحدث عن القواعد الكلية. القاعدة الثالثة تحدث فيها عن التضمين، عن التضمين فرض يوم هناك وأقرأ أيضاً في حاشية الدسوق ما وأقرأ أيضاً في دمامين. ما هذا يقول؟ كان دخل صوتي فوق أراني ما هذا صوف يعني هذا صوف يعني إذن سمع الله لمن حمده، إذا سمع هذا ضمن معنى استجاب، إذا يؤدي اللفظ معنى اللفظين، فكانه فيها استجاب الله سامعا لمن حمده. فليحذر الذين يخالفون عن عمل ما صنع، يخالفون أمره، لأن خالف يتعدى إلى مفعول به بنفسه، إذا ضمن معنى يخرجون، إذا فيؤدي اللفظ معنى لفظين، فكانه فيها يخرج يخالفون خارجين عن امره، فيؤدي اللفظ معنى لفظين. تفهمون هذا؟ نعم. اذا رهبتكم الدار خرجه رضي الدين على تضمين، لرهبتكم الدار معناه وسعتكم الدار وسعه. هنا هذا؟ نعم. ولكن في الباب الرابع ولذلك قلنا بأنها نبكي الأبواب مفتوحة. إن قراءتك للكتاب أنا قلت فيه النظر، كان عليك أن تنبهني على حد. ما احتفظ هذا؟ لماذا لم تنبهوني على حد؟ يعني الشيخ قال في باب فعل يفعل يقول وبناؤه ايضا لتعدية جانب، وقد يكون لازم بناؤه ايضا لتعدية جانب، قلنا وفيه نظر. والنظر هنا ليس النظر بالبصر، وانما النظر بالبصيرة. النظر بماذا؟ بالبصيرة. واذا وجدت في كلام اهل العلم البصر النظر، النظر عند الخاصة كثيرا ما يستعمل في ماذا؟ في البصيرة. وعند العامة كثيرا ما يستعمل في ماذا؟ في البصر. هكذا يقولون فيه نظر. إذا سميت فيه نظر معنى ذلك أن الكلام فيه فساد، فيه خلل، فيه ضعف. رأيت في المتون في الشروق فيه نظر معنى ذلك أن الكلام هنا فاسد. تفهمون هذا؟ وقد يبين وجه النظر وقد لا يبين، يتركه لأنه يرى أن غيره سيدلي بذلك. كل مجال فيه النظر معنى ذلك انه فيه خلل معيب. ولكن كده معيب عند اهل النظر، النظر هنا عند المناطق. والنظر ايضا مستعمل في نفس المعنى البصيره يعني المنطقه من العقليات. اذا قلت فيه النظر لان كونه فعل يفعل يقول بانه يكون وبناؤه ايضا لتعديه هذه. ما معنى هذا؟
أنا فاعلة يفعل في التعدي أكثر أغلب من ماذا؟ من اللازم. وقل فيه النصر لأن الرضية دي يكون فاعل يفعل أكثره لازم. إن الغالب فيه أن يكون لازما. ابن مالك في التسهيل في المد يقول أيضا بأنه يكون لازما كثيرا. يعني المتعدي منه أقل. والشراه التسهيل أيضا قالوا مثل ذلك. وربما الشيخ اطلع على قرأ هذا في كتاب آخر لم نطلع عليه. ولكن الذي بين أيدينا أن فاعل يفعل ويقال فيه وبناه للتعدية للزوم غالبا. وقد يكون متعديا. وقد يكون متعديا. أنت تعفس التعبير. أنت لا تغير النص. تقول هذا في الهامش. ولذلك قلنا في النظر. يعني هذا مخالف لما في التسهيل ولما في شروح التسهيل. ولما في شروح الشافعي. ورضي الدين نص على هذا. تفهمون هذا؟ إذا نأتي على الباب الأخير. التضمين جميل جدا. يختلف هل التضمين قياسي؟ التضمين هل قياسي أو سماعي؟ الذي عليه المحققون أن التضمين قياسي. قياسي. تضمين قياسي. لأنه كسرة جدا. كسرة تلحقه بماذا؟ بالقياس. التضمين قياسي. نأتي على الباب الأخير وهو الباب السادس. الباب السادس بعد الباب الخامس. وبينا لماذا قدم الباب الخامس على السادس. هذا مفهوم لأن فعل يفعل ناله قياس. ثم كيف يقول فعل يفعل هذا الشاذ من كل وجه. وفعل يفعل كثير يعني أكثر من فعل يفعل. أنا ترى أن فعل يفعل محصور. محصور أفعال محددة معينة. الباب السادس فاعل يفعل. فاعل يفعل موزونه حسب يحسب. وعلامته أن يكون عين فعله مقصورا في الماضي والمضارع. وبناؤه أيضا لتعدية غالبا وقد يكون لازم. أما في فعل يفعل وبناؤه لا يكون إلا لازما. وبناؤه لا يكون إلا لازما. إذا الذي يلزم اللزوم هو فعل يفعل فقط من الأبواب الستة. سيأتي تعليق شامل على الأبواب هذه. وهذا سيكون درسا. تعليق شامل على الأبواب. تفهمون هذا؟ إلى الدرس المقبل سيكون تعليقا شاملا على الأبواب. تنبيهات مهمة جدا جدا. تفهمون هذا؟ هذا في ماذا؟ في المحاضرة القادمة إن شاء الله. العرض السريع قلنا عرض السريع قال بعضهم كيف يقول عرض السريع وقد استغرقنا ساعتين. أقول أظن بأن الرجل الآن فهم بأنه كان عرضا سريعا. هاي ما فهمت نسبيا صوفي. هذا مشتق من ماذا؟
صوفي مشتاق من عيشي. أنا عندك يا صافي ماذا تقول؟ إذا قلت من الصفا سنخرجك أو من الصفا سنخرجك. لا 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 الصافي ماذا يقول؟ من أمل الصوف لو كان من الصفا لا يأتي على الصوف أو من الصوف لا يأتي على هذا. تفهمون هذا؟ نعم. الباب الأخير من أي بلاد؟ موريتانيا. كيف حاله؟ موريتانيون. شناخيط أيضا؟ وفقنا الله الجميع. آمين. إذا الباب الثالث فاعل يفعل. موزونه حسب يحسب. وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع. وبناؤه أيضا متعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، ومثال اللازم ورث نحو ورث زيد. ورث زيد. الفعل إذا كان على وزن الفاعل قلنا بأن مضارعه يفعل. هذا هو القياس. وقلنا بأنه شذ عن ذلك عدة أفعال هي محصورة وهي التي كونت الباب السادس. ولذلك لا تجد الباب السادس عند بعضكم. يعني يقولون فاعل يفعل وشذ وشذ من ذلك ثم يذكر هذه الأفعال التي جعلها شيء باب. وقلنا بأن هذا المد أفضل مد تقدمه للطالب المبتدئ لأنه يعني يفصل كل شيء. هذا الترتيب لا تجده عند غيره. يقول لك وبناؤه للتعدية جانبا وقد يكون لازما. هذه الأشياء هو انفرد بها. انفرد بها. إذا أنت تتسلق من متن البناء إلى التصريف العزي. من التصريف العزي نقرر كتابا يجمع بين التصريف أفعال وتصريف أسماء كشف العقل. ولكن إذا رأينا في تصريف عزي أنه يشمل قليلا من الأسماء كذا، إذا رأينا في ذلك بأنك تستطيع بعد التصريف عزي أن تنتقل إلى شافية، سننتقل مباشرة إن شاء الله إلى شافية. ولن يكون هذا إلا إذا التزمت بالكتب التي أذكرها لكم. بالكتب التي أذكرها لكم، وإذا رأيتم إلى البيت ذاكروا في هذه الكتب حتى تستفيدوا أكثر. تجد أنها قبل الصف يجب في عروف بعد ذلك. إن الصف صعب جدا. صعب. يكاد أن يكاد أن يندثر. يكاد أن يلحق بعلم الفرائض. يكاد أن يلحق بعلم الفرائض. الدروس في النحو لا حصر له ومتون في مستويات متحدة. والشيخ لا يبالي يا مولانا. لا يبالي. لا يتدرج به، ولكن تقوم كذا في حلقة مفرغة. من هذا إلى هذا قطر 100 مرة، 100 مرة، واحد. النحو العالي اللي حصل في مذهب العجمي غريب جدا. قديما كانوا يحفظون كتاب السيبويه. وكان ابو حيان يقول بان الذي لا يقرئ الناس في كتاب السيبويه لا يعرف شيئا عند الاندلسيين. الذي لا يدرس في كتاب السيبويه لا يعرف شيئا عند الاندلسيين. يعني بمنطق علماء الأندلس لا نحوية في هذا العصر بهذا المنطق. الذي لا هذا كلام أبو حيان، كلام أبي حيان البحر المحيط وتزيل وتكميل شيخ المشايخ في عصره.
تخرج عليه ابن هشام، تخرج عليه المرادي، تخرج عليه ناصر الجيش، تخرج عليه ابن عقيل، تخرج عليه السمين الحلبي، تخرج عليه الاسناوي، تخرج هو خرج الكبار يا شيخ المشايخ. كان لا يدرس الا في الكتاب السيبوي وفي التسكين وفي مؤلفاته. مجلسه لا يدرس الا هذه، لا يدرس في مجلسه الا هذه. ولكن انه بعد ذلك انحصر في العلفيه، يحفظ العلفيه، يتصرف بها، ينتفخ غرورا وزهوا، نحفظ العلفيه. وكان الناس محاقا قبل ابن مالك. ما هي هذه الكتب هذه طلعت عليها؟ الكتب التي صنعت ابن مالك. ثم انحصر في العجمي. وإخواننا السلفيون لهم شروط كثيرة على العجربية الآن. ينبغي أن في العلم تتدرج من كتاب إلى كتاب نعم. حتى تحيط علما بالكتاب. قلنا إن المقصود في العلم تحصيل الملكة. ليس الحال. لأن يكون العلم حالا، أن يكون ملكة. صفة راسخة في الطرف. وهذا لا يكون الا اذا درست في ماذا؟ في 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 العلم، من كتاب الى كتاب الى كتاب، ثم تنتهي الى الكتاب الذي قيل بانه ذروه، كتاب السيبويه ذروه الكتب العربيه، لا تجد كتابا في العربيه فوق كتاب السيبويه، لا يوجد. اخر كتاب، وكان احدهم يختمه كل اسبوع، كل 15 يوما ختمه. كل 15 يوما يختم كتاب السيبويه ختمه. وكان الممرض اذا جاءه طالب ليدرس عليه كتاب السيبويه يقول هل ركبت البحر؟ يريد ان يقول الان انت مقبل على ماذا؟ على البحر. وعلى ما فوق البحر. لانه يسال هل ركبت البحر؟ هل تستطيع ان تتحمل؟ وأحدهم جاءه تلميذ ليقرأ عليه كتاب السيبويه. طالب ملتزم جدا بالدرس من أول حلقة حاضر إلى آخر الحلقة. قال الشيخ ما ذهبت؟ أقول أما أنت فجزاك الله خير، أما أنا فلم أفهم منه شيئا، وأسأل الله أن تفهموا كل ما أقول وأن ينفعكم الله بما أقول لكم. آمين. علم الله أنني ما خرجت من بيت إلا دعوت الله أن تستفيدوا مما أقول لكم وأن يفيدكم الله بهذا العلم. علم الله ذلك. إذا الباب السادس فاعل يفعل. العين مقصور في الماضي ومقصور أيضا في المضارع. هذا الباب مبني على ماذا؟ على الشذوذ. يعني خارج عن القياس. هو محصور في عدة أفعال، ولكن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين. ما جاء على الوزنين، يعني على القياس وعلى الشذوذ. وما جاء على الشذوذ فقط. ما يأتي على الوجهين، وما يأتي على وجه واحد. ما يأتي على وجه واحد ورث. ما يأتي على وجه واحد 19 فعلا. 19 فعلا. اقرا هذه الافعال في دروس التصريف لشيخ محي الدين. ورث يرث. ورث يرث. ولي يلي. ورم الجرح يرم. ورع من الشبهات يرع. ومق يمق. وفق الامر ان استهدفه موافقا يفق. ومق يمق. ورع المخ يري. وجد به يجد. وعق به
يعني عافل به يعق ورك يرك ورك يرك وكم يكم آل يئين وقه يقه طه يطيه وهم يهم وعم يعم وفق الفرس يفق كم فعلا ذكرها؟ ها؟ ها؟ 19 فعل أليس كذلك؟ ورث على كل حال انا احلت بها ماذا الى الكتاب إذن كل الفعل يعني كان وزن الفاعل فمضارعه يفعل الا اذا كان ورث فانه يرث الا اذا كان ولي فانه يلي اذا اصل ورث يورث وقعت الواو بين عضوتيها فحذفت فقيل يرث كل فعل كان على وزن فاعل يفعل الا ورث يرث ولي يلي ورم يرم ورع يرع وسفك يسك وفك الامر يفك ومك يمك وري المخ يري وجد به يجد وعق به يعق ورك يرك وقم يقم وقح له يقه آل يئين تاه يتيه تاه يتيه طاه يطيه وهم يهم وعم يعم وفك الفرس مرة أخرى يفق كم؟ ها؟ 16 ها؟ وقع لا لا أصبر أنا التزم بما ذكرته ألم ترى بأنني ذكرت العدد قبل البداية قلت 19 فعل بل فعل آخر يقال من هذا الفعل وعليه هناك كلام آخر منهم من زاد ومنهم من نقص كلام كثير ولكن ما وجدته عند الشيخ محي الدين كان الأدق وكان الأحسن ارجع إلى كتاب دروس التصريح الشيخ محي الدين عليه رحمة الله شيخ المشايخ له منة ما لعوني في كل نحوي في هذا العصر أليس كذلك؟ بلى وإذا أردت أن تشتري كتاب النحو إذا رأيت اسم محي الدين فلا تختر كتابا آخر على تحقيق شذور الذهب لا تشتري إلا تحقيقا قطر الندى لا تشتري إلا تحقيقا كذلك مغني الذي كذلك أوضح مثلا الشيخ خدم ابن هشام خدمة جميلة ونسأل الله أن يحشرنا معهم جميعا آمين. إذن هذا يأتي على باب واحد على وزن واحد فعل يفعل وليس يرث هناك 12 فعلا هذه الأفعال تأتي على البابين على باب فاعل يفعل وعلى باب فاعل يفعل يعني على القياس وعلى الشذوذ على القياس وعلى الشذوذ حسب يحسب ويحسب
وغل يغل ويوغل وهل يهر ويوحر نعم ينعم وينعم يئس ييئس وييأس يبس ييبس وييبس بئس يبأس ويبئس وهمت الحبلى تهم وتوهم وبق يبك ويوبق كم ذكرنا الآن؟ 19 وهي 12 هذه الأفعال 12 فعل ولغ يلغ ويولغ وله يلغ ويولغ وهي يهل ويوهل كم؟ 12 فعل هذه الأفعال تأتي على الوزنين على البابين فعل يفعل فعل يفعل إذا رأيت ورث يخل أن تجري عليه القياس تقول ورث تقول يورث أن تجري عليه القياس لماذا أنت تضبط هذه الأفعال حتى لا تجري عليها القياس وحسب يحسب ويحسب أيهما أفصح أيهما على القياس يحسب ولا قياس ولا قياس ولا قياس اما يحسب فليس القياس ولكنه مستعمل فصيح جدا ولكن يحسب اعلى فمن اعلى افصل اليس كذلك يا مولى كلام كثيرا الى هذا هذا يفتح باب اخر وإلا أن أفتحوا العالم أبقيهم مباحرة إن شاء كنا يحسب أفصل أليس كذلك؟ هذا ارجع إلى الشيخ محي الدين وفي الحامش نفصل لها معاني هذه الكلمة أنا لو أردنا تفسيرها الآن سيأخذ منا هذا التفسير وقت الآية في تحت وأقرأ في الحامش وهكذا إذا بهذا نكون قد فلانتهينا من التنقل في الأبواب دخلنا بابا وأغلقنا وآخر إلى أن أعطينا إلى الباب السادس رحمة قلنا بأن الأحسن ندخل الأبواب مفتوحة للمحاضرة المقبلة إن شاء الله القادمة وتلك المحاضرة ستكون في التنبيهات في التنبيهات وهي مهمة جدا جدا ولاتي على مثال الشيء يقول ورث زيد يقول مثال لا ورث زيد وقلنا بان ورث هنا على ماذا على تثمين انا ضمن ورث معنى بقي بقي تقول بقي زيد بعد والده فماذا زيد والده توفي هو بقي هذا البقية هذا هل تعالى إلى مفعول به؟ هو لازم، أليس كذلك؟ إذا البقية لازم، إذا ضمن ورث معنى بقية، إذا ورث زيد بقي زيد وارثا، بقي زيد وارثا، وقلنا بأنها تضمين عند المحققين قياسي، يعني خرجنا كلام الشيخ على ماذا؟ على التضمين، لم نخطئه، يعني خير أن يكون ماذا لم تخطئه، قلنا بأن الأصل عدم التخطيئة المعلف هذا هو الأصل إياك أن تجعل التخطيئة أصلا إياك فلا يجوز عمل أن تخطئ حاول أن تبحث عن العذر المحمل أحد الكلام فإن سدت جميع الأبواب لن تجد شيئا آخر إلا أن تقول هذا صح من الشيء أو تقول هذا خطأ حسب الموقف تقولون هذا؟ حتى وإن كان هذا لقلنا بأنه سهل ولكننا وجدنا مخرجا وجدنا مخرجا اذا هذا من باب التضمين انه ضمن وارث معنى بقيه تفهمون هذا
لا تلتفت الى من يقول لك انا هذا خطا. ليس خطا، لان وجدنا مخرجا، فهذا المخرج هو التضمين ان الفعل المتعدي اذا ضمن معنى اللازم لازم. هنا هذا هل هناك استفسار؟ الباب الواسع لا يقال، لا يوصف الباب بطول. انا احس ان تصفه بماذا؟ بسعة. ها انا احسن. لا يحسب ماذا؟ اعلى اي ابسط. يا الاكياس يحسب ليس الاكياس. لا كنت ارجع ان نذكر هذا، لماذا؟ لان هذا سيذكرنا في مجال اخر.